في تقابل يعني واللي هيجي عليه اصلا يعني انت في وشي يا صبري ولا ايه؟ الترتيب ده عشوائي يعني. انا مين ماشي؟ دي اتطورت قوي. ممكن نلف ستوب. اوبا امير مستنينا النضاره. هي بص يا تسالها سؤال محرج يا تحكم عليها حكم مش لطيف، والعكس صحيح، يا تسالي سؤال محرج يا تحكمي عليه. صد رد. ايه ده؟ صد رد. اخويا ايه؟ اخويا ايه؟ اخوات بقى. غني اغنيه الاعلان اللي عملته في رمضان. تحت حياه كريمه. يا حياه كريمه استاذه ركين، بس انا هسالك بعديها فخلي بالك. ماشي. اهلا وسهلا شرفتوا، اتفضلوا كانتوا انستوا، مطرح وده وكمان بيتكم يسعى من الاحباب ملايين، من اما تيجي تلاقي فرح على اي جنب تنام مرتاح، ولو حالك ساعة المروح تلقى الحبايب مجتمعين، ياه شتارع للبال. عداك العيب؟ مين اوحش واحد مثل في مسلسل ريبو؟ ايوه طبعا اللي مش موجود. يا نهار ابيض. لا بس هو الصح تختار من اللي موجود. حسن انتوا كل شويه. لا حسن كان جاي من حسن بس منه اختاري حد مننا كده. ده سؤال محرج مشروع. محدش فينا هيزعل عادي. امير. امير ما كانش بيتاخر. امير ما كانش بيتاخر. اثنين كمان. اثنين كمان. لا في مره. انتقام متبادل. اوكي موافق. هاي ستوب. يحيى اسماعيل هيسال عمرو جمال. يا هو انا عارف سؤال اول. انا حاسس ان هو السؤال حلو يعني اللي كان عايز يسال يعني هو مش مستضيف. طيب براحتك مش عايز. ايه اول شغلانه، اول حاجه تقبض عليها فلوس، اول شغلانه وقبضت كانت ايه وقبضت كام؟ حلو. ايا كان هي ايه؟ مش تقريبا اعلان. كنت بعمل موديلنج اول ما بدات، كنت وانا في الجامعه كنت بشتغل حاجات كتير بس ما كنتش باخد منها فلوس يعني. فبس لا تقريبا اول مره اخدت فلوس كان اعلان، كنت طالع موديل تقريبا ادوني 100 جنيه حاجه كده. والله ده سنه 2010. اعلان ايه؟ 10 2010. وانا ساعتها بقى كنت مبسوط قوي بالموضوع، ورحت بقى احكي لهم ان انا بقى وقعدت اهلي بقى انا عملت اعلان وعايزكم تشوفوا اعلان لسه ايه ومش عارف ايه. بعد كده الموضوع خلص على ان الشط اللي طلعت فيه ايدك بس. ايدي بتدخل الكاس. ايدك 100 جنيه. 100 جنيه بس هم مودياني ومفهميني ان انا وعايزينك كلنا وقاعد في هذا الفرح كذا وبتاع. وبعد كده قعدت بقى اقول لاهلي ايوه ايدي اهي قدامك بقى فرصه المخرج. لو في ادوار ريفو عايز تبدل نفس الممثلين بس هتبدل ادوارهم، مين يروح في دور ايه ومين يروح في دور ايه؟ مين ينفع كان ينفع يلعب ده وده؟ مين ينفع يلعب ده وده؟ مش عارف ليه حاسس ان مينا كان ممكن يلعب دور تاني بس مش عارف ايه. كنت ممكن اعمل دور ركيم. انا كنت لسه هقول كنت طبعا في دور ركيم. كان ممكن مينا نخليه يعمل دور اباظه بقى. ماشي. ده انا كنت احبه جدا. ستوب. اوف. مينا هيسال محمد صبري. اتعلمت التنمر في ايه يا حبيبي؟ اتعلمت في ايه يا حبيبي؟ تعالى يا بابا. دي فيها حبس اصلا. بلاش اتنمرت على كام واحد في المسلسل ده؟ يلا بقى. بس كنت حلاقي يعني. طيب اكتر موقف حصل لك محرج، اكتر موقف حصل لك محرج في المسلسل اهو سهله دي. المزيكا، لعب المزيكا. يعني ان هم يلعبوا لايف دي كانت ما كانتش لسه عندنا النوهاو بتاعتها. هو كل التراكات اللي موجوده كانت متسجله. هم اللي بيلعبوا بايديهم. فده كان ليله الجراج اللي قبل اول يوم. ليله الجراج دي امير كان مسافر وراجع واحنا بنصور الساعه 6 الصبح. قعدنا نتمرن على المزيكا، قعدوا يعني الرجاله تتمرن على المزيكا لغايه الساعه 4 الفجر. وتاني يوم كان روحنا ساعه ورجعنا الساعه 7 حاجه كده. ف كان صعب. كان ده كان موقف صعب جدا يعني.
احكم عليه بقى. انا عينيا ليك. عينيا ليك. انا اوريك التنمر بقى. ايوه. انا ممكن أن نتكلم على اليوم بتاع الجراشي. فاكر امير؟ فاكره كويس. سؤال سريع واجابه خاطف. ممتاز. عجله الاحراج. سؤال او حكم محرج. ستوب. ساره عبد الرحمن فكري كويس يا ساره، قدامك فرصه ذهبيه انك تسأليه سؤال محرج، لانه واضح ان في مناطق مظلمه جدا عند صديق البرنامج. ممكن تحكمي اي حكم انت عارفه ساره. انا ديمقراطيه ساره. اي حكم هتحكمي هينفذه هو هو عنده الشجاعه. انا عندي سؤال يا ساره. هحكم عليك تغني اغنيه فيها خمس اغاني مختلفه. اتفضل باليوكليلي. يلا مدلي يعني. مدلي دخل خمس اغاني في بعض. حلو الحكم ده يا ساره. يلا يعمل لنا شويه انت. عمرو مصطفى. يلا يلا في ابداع يعني. ممكن الخمس اغاني يبقوا من دي. ده اختبار ولا ايه؟ ده هتصعبوها. ده اختبار ولا I love you, though you treat me cruel. You've hurt me, and you made me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, another Sara but you. Because Sara, I love you. Oh, always love you, oh my sweetheart. No matter what you do, oh يا سارة مهما حكمتي عليا. هيا كده يا هيا. والله هيا العكس والله هيا. تعالين. ايوه. انا نسيت. انا نسيت. انا نسيت ان الدنيا دوارة. يس. العجلة دوارة. وانا مش هحرجك. وهقول لك ان انت اتمرنتي تايكوندو عشان احد ادوارك. يا ريت تورينا في الهيلز العالية. هنلعب تايكوندو ازاي؟ ايوه. 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 جامد يا صاحبي. من غير هيلز. جامد. من غير لا بالهيلز. حته بارتيشن كده واحده بيك تشاجي كده على على مره تشاجي. عملت دور هدايه ملاك البطله الرياضيه المصريه طبعا. خلي بالك وانت لابسه لابسه. اه بس كده بس كده. ساره عبد الرحمن ايه لابسه لبس بورنج. خلي بالك انا ايه الفيلم يا معلم. خدت تشاجي والكلام ده.